عقد مجلس النواب جلسته العادية 16 في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. وناقش مجلس النواب خلال جلسته الأسبوعية عددا من الموضوعات المهمة والمقترحات بقانون. جلسة مجلس النواب الأسبوعية جرى خلالها توجيه مجموعة من الأسئلة لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني. جاء أبرز هذه الأسئلة الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرتين 8 و9 من محافظة العاصمة، وحول تلبية الطلبات الإسكانية لأصحاب الطلبات القديمة. بدورها أكدت سعادة الوزيرة حرص الوزارة على استمرارية توزيع الوحدات الإسكانية وفق جدول زمني محدد حتى نهاية شهر فبراير المقبل. وبحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات انتقل المجلس إلى المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط مواجهة الخسائر المالية التي تتكبدها بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة. طبعا اليوم كان في مناقشة عامة بخصوص شركة ممتلكات، واستمعنا إلى وجهة نظر سعادة النواب في هذا الموضوع، وسلطنا الضوء أيضا على الدور الكبير اللي تلعبه شركة ممتلكات في إدارة الأصول الحكومية، وأيضا بالشكل اللي يضمن استدامته ويضمن تنميته. فوضحنا لهم الاهتمامات اللي احنا نقوم بها، وضحنا لهم المشاريع، وأن هناك نمو مستمر بالنسبة حق شركة ممتلكات. لا شك أن شركة ممتلكات تمتلك مجموعة كبيرة من الشركات الرابحة والشركات اللي تدعم النمو والناتج المحلي، وأيضا تساهم مساهمة كبيرة في توظيف المئات من البحرينيين، وأيضا تدعم بشكل كبير الاقتصاد الوطني. ومن أبرز المقترحات بقانون التي طرحت خلال جلسة اليوم، ناقش المجلس المقترح بقانون الذي قدم من قبل لجنة الخدمات حول تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي. مضمون هذا المقترح هو عدم استحقاق العامل أو خدم المنازل أو من في حكمهم من مكافأة نهاية الخدمة المدنية إذا خالف شروط سوق العمل. ليش هذا القانون أو هذا المقترح أتى؟ أولا لتقليل نسبة هروب العمال، أيضا تقليل نسبة العمالة السائبة، وأيضا الحفاظ على حقوق صاحب العمل. كما انتقلت وقائع مناقشة المقترحات بقانون إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن وقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص لحساب التأمين ضد التعطل. طبعا نسبة 1% الاستقطاع الشهري اللي يؤخذ من المواطنين في القطاع العام والخاص كان من سنة 2006 وما زال إلى اليوم. طلبنا في هذا المقترح أن يتم إيقاف هذا الاستقطاع 1% والتعويض عنه من الضريبة اللي تؤخذ على الناس اللي قيمتها 10%. طبعا يعني أتى هذا المقترح للمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بحسب التوافق اللي صار ما بين مجلس النواب وما بين الحكومة في بداية الفصل التشريعي في أهم أركان البنود اللي تحدث عن رفع المستوى المعيشي للمواطنين. إلى ذلك استمرت الجلسة لمناقشة بند ما يستجد من أعمال، والذي تضمن عدة مقترحات مهمة، من أبرزها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال باستمرار صرف علاوة الإسكان للمواطنين المستفيدين من برنامج مزايا، وتقديم دعم مالي للمستفيدين من الخدمات الإسكانية المتضررين من رفع الفوائد المصرفية على القروض العقارية الإضافية. وقرر المجلس الموافقة على إدراج المقترحات برغبة بصفة الاستعجال على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. ملفات مهمة نوقشت اليوم خلال جلسة مجلس النواب تناولت عدة مقترحات بقانون قدمت من خلال اللجان النيابية،
وذلك خدمة للوطن والمواطن وضمان استدامة التنمية والازدهار في شتى المجالات. خالد العون، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.